أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم أشرطتي القادمة. أشرب مجددا على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. ذكرت لكم في شريط سابق أن سيدة مغربية كتبت لي تدعوني للإسلام على طريقتها الخاصة. أعيدكم لشريط السابق إذن. وقد رددت عليها بالمختصر: شكرا على رسالتك الكريمة، اطمئني فأنا أعيش بسلام مع ضميري، ولا أريد إلا الخير للجميع ومن بينهم المسلمين، لا تقلقي، نهارك سعيد. هي في رسالتها قالت إنه يعني شافتني بالحلم، وإنه كنت تعيس، فهي أرادت أن تتمنى لي السعادة الأبدية كما قالت. وتلك السعادة أكسبها إن أنا قبلت الإسلام. إذا رددت عليها: شكرا على رسالتك الكريمة، اطمئني فأنا أعيش بسلام مع ضميري، ولا أريد إلا الخير للجميع ومن بينهم المسلمين، لا تقلقي، نهارك سعيد. نشرت إذا رسالة السيدة المغربية وردي عليها في شريط سابق، وأرسلت لها الشريط، وسرعان ما ردت علي قائلة: اسمعوا جيدا ماذا قالت هذه السيدة المغربية. تقول: شكرا على الرد، لكن يا عزيزي، إن كان ضميرك مرتاح فقلبك متعب، فأنا رأيت قلبك مريض جدا ويتألم، وكنا نحاول شفائه وإيجاد دواء له لكي يتصالح مع الله. وأحد الملائكة أخبروني بالمنام أنهم حاولوا معك لكنك ترفض الدواء، فوعدتهم أن أجد لقلبك علاج وأحاول معك حتى تشفى وتتصالح مع الله. أتمنى أن يملأ قلبك بالإيمان وحب الله، وأن تسكر بنوره وقربه، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. أهديك هذا المقطع الموسيقي الجميل، وأعطتني رابط لشريط موسيقي. حقيقة لم أكن أنتظر ردها، ولكن بما أنها ردت علي أجبتها على طريقتي الخاصة بالمختصر المفيد: أختي الفاضلة خفيفة الظل، اطمئني وطمئن الملائكة بأن قلبي على ما يرام. يقولون عندنا: إذا كان حبيبك من عسل لا تلحسه كله، نهارك سعيد. إذن كتبت لها: أختي الفاضلة خفيفة الظل، اطمئني وطمئني الملائكة بأن قلبي على ما يرام. يقولون عندنا: إذا كان حبيبك من عسل لا تلحسه كله، نهارك سعيد.
أنا أعرف جيدا أن المغاربة أناس طيبون، وأنهم مضيافين، فهذه السيدة تريد سعادتي، تقول السعادة الأبدية، وهي قلقة علي، ولذلك تدعوني لدخول الإسلام. قلت أنا أعرف أن المغاربة أناس طيبون وأنهم مضيافون، وقد اختبرت ذلك بنفسي، ففي سنة ما زرت الرباط وكنت في مكتبة، فالتقيت بمحامي فدار بيني وبينه الحديث، فصارع المحامي بدعوتي إلى بيته ذاك المساء لتناول العشاء معه. لم أكن أعرفه ولم يكن يعرفني، كان لقاء عابر في مكتبة، ولكن روح الضيافة عند المغاربة حثه لكي يدعوني لتناول العشاء عنده، فقبلت. وعندما دخلت البيت، أذكر ذلك جيدا، جاءت طفلة صغيرة، ربما كان عمرها 6 أو 7 سنين، وأنشدت أمامي هذا البيت الذي لم أنساه: يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وأذكر أني أخبرت والدي المرحوم والدي بهذه القصة، ورددت عليه بيت الشعر هذا، وكان جدا معجبا بالضيافة المغربية، وكل مرة زرته كان يكرر لي هذا البيت للفتاة المغربية: يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وتحضرني هنا عبارة فلسطينية، لا أعرف إذا الكل يعرف قصتها. العبارة تقول: سأداويك دواء مغربيا، سأداويك دواء مغربيا. ما معنى هذه العبارة؟ سألت من حولي ماذا تعني؟ قالوا لي بأن أحد المغاربة جاء إلى فلسطين، وهناك حل ضيفا على فلسطيني، أكرمه كل الكرم، وزوروا كل المناطق الأثرية والدينية في فلسطين، وسر المغربي كل السرور بحفاوة هذا الفلسطيني، وقال له: إن أتيت إلى المغرب لا تنسى أن تخبرني، فيسعدني أن أستضيفك بدوري. وحدث أن ذهب هذا الفلسطيني إلى المغرب وأخبر صاحبه بزيارة المغرب، وبطبيعة الحال استضافه المغربي بكل حفاوة، وزوروا كل المغرب، وأكرمه كل الكرم. وعندما أراد أن يرجع إلى بلده الضيف الفلسطيني، ذهب المغربي معه إلى المطار
ليودعه، فقال له: يا ضيف العزيز، كل ما عملته لك لا يكفي للرد على جميلك خلال زيارتي إلى فلسطين، ففكرت ماذا يمكنني أن أفعل لكي أجازيك خيرا على استضافتك لي. وبعد تفكير طويل تذكرت حديثا نبويا يقول: من مات قتيلا مات شهيدا ومأواه الجنة. فرأيت بأني إن قتلتك فستكون شهيدا وستكون في الجنة، وهذا أفضل جائزة ممكن أن أعملها لك. وأخذ مسدسه وأطلق النار على ضيفه طمعا في أن ينال ضيفه الجنة جزاء لاستضافته له في فلسطين. قصة مؤثرة ومرعبة في نفس الوقت، ولكن تعني ما تعني. والمقولة الفلسطينية: سأداويك دواء مغربيا، تعني بأني أريد أن أعمل معك خيرا، ولكن حقيقة الأمر سوف تنتهي حياتك بذلك. ما كتبته لي المغربية ذكرتني بهذه القصة. هي تتمنى لي الحياة الأبدية، ولذلك تريد أن تدخلني الإسلام. تصوروا أن واحد يريد أن يجازي أحدا، أحد يريد أن يجازي أحدا، أن يشكره على أمر ما، أو يريد أن يتمنى له كل الخير، فماذا يفعل؟ يدخله السجن. صديقتنا المغربية تظن أن دخول الإسلام سوف أنال به الحياة الأبدية والسعادة الأبدية، وهي لا يهمها ما هو شعوري وما هو إحساسي، ما يهمها هو إحساسها هي. فهي ترى بدخول الإسلام أفضل شيء يمكن أن تدعو به إلي. تريدني أن أدخل الإسلام لكي أحصل على السعادة الأبدية، وأنا بالعكس أرى في دخول الإسلام دخول للسجن. دخول الإسلام دخولا في السجن. فالإسلام له باب مثل السجن، تدخله ولكن لا يحق لك أن تخرج. وأنا شخص معتاد على الحرية، وهل تتصور أن أقبل بسجني في سجن الإسلام؟ ولي على الإسلام مآخذ كثيرة لا حاجة لتكرارها هنا، وتجدها في أشرطتي وكتبي. أذكر في هذا المجال أني زرت قطر، ودعاني عميد كلية الشريعة مع أستاذ التاريخ وأستاذ القانون لتناول العشاء في أحد مطاعم قطر.
وذهبت فعلا إلى ذاك المطعم وجلسنا على المائدة. كل المطاعم كان مفتوح، القاعة كانت مفتوحة، الناس يتكلمون وكل يسمع الآخر. وما جلست على المائدة حتى بدأ المصري بعمل خطبة جمعة علي كما تفعل هذه السيدة الفاضلة. قال لي: الإسلام دين الحرية، نحن من اخترعنا مبدأ لا إكراه في الدين. حتى الولايات المتحدة أخذت من القرآن مبدأ الحرية الدينية. بعد هذه المقدمة القصيرة سألني: لماذا لا تدخل الإسلام يا سامي؟ هذا كان سؤال إذن الأستاذ المصري. أنا كنت أنتظر هذا السؤال، ففي كل سفراتي في الدول العربية إن زرت رجل بسيط أو مثقف أو وزير، الكل يريدون أن يدخلوني الإسلام. مثل هذه السيدة، هم يظنون أنهم سيعملون خيرا لي. إذا سألني الأستاذ المصري: لماذا يا سامي لا تدخل الإسلام ما دام أن ديننا جميل بهذه الدرجة ويعترف بالحرية الدينية، وحتى الولايات المتحدة أخذت قوانينها من الإسلام حسب قوله؟ أجبته: أستاذي الفاضل، أنا في الحقيقة عندي مشكلة مع النبوة، لم يفهم صاحبنا. قال لي: وما هي مشكلتك مع النبوة؟ قلت له: أنا أعتبر نفسي نبي. وعندما سمع هذه الكلمة جن جنونه: أنت نبي؟ قلت له: نعم، أنا أعتبر نفسي نبي. أجابني: نحن نرفع السيف على كل من يدعي النبوة بعد محمد. قلت: ممكن أن تكرر الجملة؟ فقرر: نحن نرفع السيف على كل من يدعي النبوة بعد محمد. قلت له: وقف عند حدك أستاذ الفاضل، قبل دقيقتين تذكر كنت تقول لي أن الدين الإسلامي دين السماحة ولا إكراه في الدين، وأنت الآن تريد أن تقطع رأسي؟ شوف أستاذ الفاضل، خلي دينك إليك وخلي رأسي إلي، خلي دينك إليك وخلي رأسي إلي، لا حاجة لي بدينك. وحتى أطمنه قلت له: أستاذ الفاضل، أنا لست لا أدعي فقط أني نبي، ولكن أنت أيضا نبي. قال: لا، أعوذ بالله، كيف أكون نبي؟ لا لا، هذا مخالف لعقائدنا، أنا لست نبي ولا أنت نبي. تدخل عميد كلية الشريعة وقال له: ماذا يغيظك في قول سامي؟ ماذا يغيظك؟ سامي يعجب يكون نبي، وانت شو دخلك؟ على راحته، مش الدين الإسلامي بيعترف بحرية العقيدة؟ قال: ايه، بس مو لهالدرجة هاي، يعتبر حاله نفسه نبي، والنبي محمد قال أنه خاتم الأنبياء. سأله الأستاذ: وهل أنت تدفع له معاش؟ خسران شيء من جيبتك؟ هو حب يكون نبي، هو حر، أنت مش عايز تكون نبي، حر، وهو عايز يكون نبي، حر، كل شيء عند صحابه.
لم يرضي الكلام الأستاذ المصري. وعندما خرجنا من المطعم بعد العشاء، تدخل الأستاذ السوري، أستاذ التاريخ، قال: هذه الجلسة كان يجب أن تسجل في التاريخ. فهذا الأمر لم أسمع به من قبل أبدا. هذه الجلسة تستحق أن تسجل في التاريخ. أروي لكم قصة أخرى في نفس الموال. ذهبت إلى الكويت لشراء الكتب، وسكنت في أوتيل كان قرب السفارة الروسية، وكانت دبابة تحرس مبنى السفارة. وعندما مررت أمام السفارة إلى الأوتيل، استوقفني جندي كويتي شاب وطلب مني أوراقي، فقدمت له أوراقي وسألني ماذا أفعل هنا. قلت له: أنا ساكن في هذا الأوتيل. وماذا أتيت تعمل إلى الكويت؟ أتيت لشراء الكتب. قال لي: هل يمكنني أن أزورك؟ قلت له: لا مانع عندي، ولكن أن تأتيني بملابس الجيش، سوف يظن أصحاب الأوتيل بأنك جاي توقفني، أني عملت جريمة ومثل هيك. فمعقول يعني تيجي تزورني بالجيش ملابس الجيش؟ قال لي: لا تخف، أنا سوف أتيك بملابس مدنية. قلت له: في الحالة هذه أهلا وسهلا بك متى تشاء. وفعلا بعد مدة قصيرة جاء صاحبنا إلى غرفتي، وقدمت له الفواكه ما تيسر. وفجأة اكتشف بأني لست مسلما. أنت لست مسلم؟ قلت له: لا. ولماذا لا تصبح مسلما؟ قلت له: أنا راضي بمعتقدي. قال لي: أنت لك شيء ضد الإسلام؟ قلت له: لا، مش عندي شيء عند الإسلام، لا بالعكس عزيزي، كل من هو على دينه الله يعينه، أنا شو دخلني بالشغلة هاي؟ لا بس كويس تصير مسلم. كيف؟ وبدأ يحث إنه لازم أكون مسلم. احترت من رغبته في تحوله للإسلام وسألته: ممكن أسألك سؤال؟ قال لي: تفضل. قلت: من أول ما عرفت أني مسيحي وأنت تحاول أن تدخلني الإسلام، لماذا تريد أن تدخلني الإسلام؟ قال لي: إذا أنت أصبحت مسلم، أنا سأدخل الجنة وأنت يا سامي سوف تدخل الجنة. أعجبني جوابه، هو يريد أن يدخلني الإسلام لكي هو يدخل الجنة على ظهري بطبيعة الحال، وأنا في نفس الوقت أدخل الجنة، فيعني عصفورين بحجر مثل ما بيقولوا عندنا. قال لي: أنت شو رأيك؟ تدخل الإسلام؟ قلت له: تعرف أخي الفاضل، أرى فيك رجلا كريما جدا. تصور أن هذه تفاحة، هل تفضل أن تأخذها كلها أم تأخذ فقط نصفها؟ قال: بطبيعة الحال أنا آخذ كل التفاحة. قلت له: أنت تريد أن تدخل الجنة وأن أدخل الجنة، يعني حنتقاسم الجنة أنت وأنا، فأنت مصحن لك نص الجنة وأنا نص الجنة، فأنت طلعت خسران. وأنا من كثر محبتي إليك حاب أترك لك كل الجنة إليك، حتى يكون كل الجنة ترتع فيها وتنبسط،
شو جابك تقاسم الجنة معي؟ لا، أنت ادخل لحالك الجنة عزيزي وخلي الجنة إلك. ضحك صاحبنا. على فكرة، أنا أقول عن نفسي مسيحي عقائدي، ولكن تفكيري الديني لا يتفق عليه مسيحيا. ولو كنت عايش في العصور الوسطى لأحرقوني. أنا أسمي نفسي مسيحي غير عقائدي، وكما قلت لكم أكرر، لا تجد مسيحيان يرضيان بتفكيري الديني، وهذا يغيظ رجال الدين المسيحيين كثيرا. وعندما أدعى إلى مؤتمر وأتدخل، يقولون لي: بس هذا كلامك غير لا يتفق مع المسيحية. قلت لهم: هذه ديانتي أنا، وأنا مالي فيكم، أنتم لكم اعتقادكم وأنا لي اعتقادي. وفي يوم من الأيام دعونا إلى عشاء كان في ستراسبور، وجلس بجانبي رجل دين مسيحي، وأمامي تونسي وزوجته التونسية. فقال لي رجل الدين المسيحي: يا سامي، إحنا في الواقع متغلبين معك. قلت له: مين أنت المتغلب معي؟ مين يعني؟ قال لي: إحنا المسيحيين متغلبين معك. ليش؟ ليش متغلبين معي؟ ضريتكم؟ أنت كل مرة بتيجي تقولنا أنت مسيحي، بتوقعنا بورطة، وبتعطينا أفكار لا تتفق مع المسيحية بأي نوع من الأنواع. أضف إلى ذلك أنت تنتقد الإسلام، وهذه ورطة أخرى. فعندي أنا رجاء. قلت له: تفضل، ما هو رجاؤك؟ قال: لماذا لا تدخل الإسلام يا سامي حتى نرتاح منك؟ لماذا لا تدخل الإسلام يا سامي حتى نرتاح منك؟ عندما سمع التونسي هذا الكلام، وقفوا لرجل الدين المسيحي، قال له: أبونا، هذا سامي بضاعتكم، حافظوا عليها أنتم، إحنا مش عايزينه لسامي عندنا. إحنا شو عملنا جريمة حتى تبعت لنا سامي يصير مسلم؟ لأ، هو لو أجا عندنا بخرب البيت كله. لأ يا سيدي، هذا سامي بضاعتكم، خليه عندكم، إحنا المسلمين ما بدنا سامي، لأنه لو سامي بيجي بخرب البيت كله، بخرب الإسلام كله. وحقيقة عدم دخولي للإسلام هو رحمة بالمسلمين، فلو دخلت الإسلام وبدأت بإبداء رأيي وأقول أنا مسلم ولكن على الطريقة الفلانية وهذه شروطي وهذا، طب أنا أعتقد حقيقة أن القرآن كشكول من تأليف حاخام يهودي مسطول، هل يقبل المسلمون بذلك؟ أنا أعتبر لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وكل من يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية، هل يقبل المسلمون بذلك؟ وأنا مستحيل أتخلى عن هذه المبادئ لأني أنا مقتنع بها، هل تريدون أن أكون منافقا؟ أن أدخل الإسلام وأكون منافق أو أصير مثل الببغاوات؟ أكرر ما تقول أنه لا، أنا سأستعمل عقلي. في القرآن قولوا، يقول القرآن: أطيعوا اسمعوا واطيعوا، أطيعوا اسمعوا واطيعوا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ما فيش في جدل. أنا هذا الفكر لا يناسبني. لو أنا دخلت الإسلام، المسلمين ذاتهم أول الخسرانين. أول أسبوع هيهللوا لي:
آه نحمد الله اللي شرح قلب سامي للإسلام وأدخله الدين الحقيقي، وربما سأصبح مليونير. ولكن بعد أسبوع سوف أبدأ بإطلاق نظرياتي، وعندها سوف يتهموني بالردة وسيتغلبوا معي أكبر غلبة. أختي الفاضلة من المغرب، أنا جدا شاكر لطفك وإحساسك النحوي، ولكن بكل صراحة إسلامك لا يناسبني، ورحمة بك لن أدخل الإسلام لأني سوف أكسر سجن الإسلام. فأنا أعتبر الإسلام سجنا، بينما أنت تعتبره طريقا للسعادة الأبدية. أنا من كثر ما بحبك بدي أترك لك كل السعادة الأبدية، مو محتاجها، خديها لوحدك ومبروك عليك، ألف مبروك. أنهي مداخلتي هنا، وأرجوكم أن تكتبوا تعليقاتكم على هذا الشريط. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، وأنهي هذه الحلقة بالشرب على صحتكم جميعا وعلى صحة أختي المغربية، ففي الخمر الحقيقة. ليلة سعيدة.